احنا نتمنى ان لا يصير العنف اللي صار في مدينة الموصل وما حصل فيها ان يحصل في مدينة البصرة من قبل الحكومة المحلية المتواجدة في البصرة، والتي همها كله هو هم النهب والسلب والسرقة وعدم تقديم خدمات من الماء والكهرباء، واللي يقوم المتظاهرون بعمليات سلمية مظاهرات سلمية مطالبة بالخدمات الموجودة من كهرباء وماء وغيرها. نحن كشباب مدينة الموصل نرفض أن يحدث في البصرة كما حدث في الموصل، نرفض القتل، نرفض نطلب من الحكومة المركزية أن يندوا مطالبات المتظاهرين المشروعة خدمات الماء والكهرباء، ونرفض أن يحدث في البصرة كما حدث في مدينة الموصل. والله أتمنى من الحكومة أن تلبي مناشدات المتظاهرين وعدم رمي الإطلاقات النارية على المتظاهرين، لأن المظاهرات سلمية هي وليس مظاهرات قتل، وليس هناك إطلاقات نارية من قبل المتظاهرين. احنا اول شيء هاي العنف اللي ضد المظاهرات احنا ما نقبلها ولا احد يقبله، والبصرة قامت يعني أهلية ومواطنيها قامت بطلب حقوقهم، وابسط الحقوق هو الماء والكهرباء. ايش طلبوا هم البصرة؟ ايش طلبوا؟ يعني والله حتى هاي الطلبات ما نحسبها طلبات، عيب علينا احنا نحسبها طلبات. هاي مقومات الحياة، مقومات بسيطة وسهلة، والتلبي ماله سهل ايضا، يعني مطالبات بسيطة. يعني ايش طالبين هم البصرة؟ يعني تريدون يصيروا مثل الموصل اللي انفجعوا فيها؟ البصرة اهلنا، وماكو فرق بين الموصل والبصرة، وبلد واحد ووطن واحد، وما يصير العنف معاهم. القوات الأمنية تضرب طلقات حية على الرأس نسمع، وعلى يعني متعمدين بها يقتلون أهالينا بالبصرة؟ ما يجوز هاي أبدا، ما يجوز ولا نقبلها ونرفضها رفض قاطع. طبعا احنا من أهالي الموصل ونرفض على ما يحدث في البصرة، لكون احنا عانينا قبل 4-5 سنوات هم صارت مظاهرات ومطالبات وما عرفوا طلب مالنا، ويعني حل بالموصل اللي صار كل العالم تعرف اللي صار بالموصل، فنريد ما يتكرر هذا السيناريو على أهل البصرة. يعني أهل البصرة هم أخوتنا، والبصرة هي شريان العراق، بلد النفط وبلد هذا، وكلتنا احنا عايشين يعني من أرض البصرة.